أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، نزولا عند طلب أحد الإخوة وتعميما للفائدة، إليكم شرح مبسط لتطبيق فيا أوبتاديلي للتعرف على الأشياء بالنسبة للأشخاص المكفوفين، ولما لا حتى ضعف البصر في بعض الأشياء. إذن ستجدون إن شاء الله رابط تحميله أسفل هذا الفيديو، والآن نذهب مباشرة إلى التطبيق للحديث عنه. لاحظوا معي، إذن هو التطبيق في حد ذاته فيه خاصية المساعدة الصوتية إضافة إلى خاصية فويس أوفر الموجودة على الآيفون. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق موجود على منصة الآي أو إس على متجر أب ستور. إذن سنكتشف كل هذا إذن بالدخول إلى التطبيق لأول مرة. نلاحظ ما يلي، لاحظوا معي هنا، هنا كاين تتداخل الأصوات في الحقيقة، كاين صوت خاص بالتطبيق في الحقيقة، هذا يستعمل خاصية الباغول الموجودة في الاكسيسيبيليتي، خاصية النطق الموجودة في إمكانية الوصول، وفي نفس الوقت نتعامل معه نحن بقارئ الشاشة فويس أوفر. إذن هذا الزر ديال اورغانيزي فو موديل دابليكاسيون، يعني تنظيم ادوات التطبيق، وسنرى هذه الادوات كلها، ولكن قبل ذلك لا باس من الاطلاع على بعض الامور، لان التطبيق في بدايه استعماله او عند استعماله للمره الاولى لا يظهر هذا لي موديل هادو. نحن الذين نتحكم في اي اداه تظهر واي اداه لا تظهر. اذا للضبط الأفضل للتطبيق نصعد بثلاث أصابع نحو الأعلى، نقترب من سماعة الهاتف سماعة الآيفون، ثم نسحب إلى الأسفل بثلاث أصابع لتظهر النافذة التي تشاهدون والتي ستسمعون أعزائي مستعملي فويس أوفر، التي تشتمل على إد سونور. نحن مخيرين بين تفعيلها وعدم تفعيلها. إذا هذا الإيد سونور المقصود بها هو أنك عندما تضع يدك على أي محتوى في الشاشة وأنت تشغل هذا التطبيق، لست مجبرا لأن تتعامل بأوامر فويس أوفر، ولكن تتعامل بأوامر أو بخاصية يا فيا أوبتاديلي، بمعنى أن مجرد لمس الشيء تسمع محتواه حتى تقرر كيفية تعاملك معه. إذا هاد الإيد سونور كاين تيتوريال، إذا في الأيمن في الأعلى إيد سونور، إلى جانبه على يساره تيتوريال بمعنى الجيد ديداكتيسيال، بمعنى واحد دليل استعمال التطبيق، وتحت الدليل كولور دوريجين. هذه كلها متعلقة بالإعدادات، يعني هل تريد الاحتفاظ باللون الأصلي للتطبيق، نضغط يعني العنصرين رقم واحد واثنان، العنصر الأول إذا ضغطت عليه تلغي المساعدة الصوتية، والعنصر الثاني إذا أردت أن تطلع على معلومات حول التطبيق، أما العنصر الثالث الذي أسفل عنصر المعلومات بالضغط عليه يتغير لون واجهة التطبيق ليصبح أكثر ملائمة لضعاف البصر، والضغط عليه مرة أخرى تزداد الكونتراست، بمعنى يزداد توافق التطبيق مع ضعاف البصر، وبالضغط عليه مرة رابعة
يعود إلى لونه الأصلي. أعتقد أن مسألة اللون ليست مهمة في أغلب الأحيان، وإلا من أراد أن يغير لغة الواجهة فليغيرها من هذا المكان. إلى جانبه هذا عنصر باغامتر مال فويون. نعم، إذا هذا المكان، هناك مكان إلى جوار هذا تغيير اللون في الحقيقة لا يعطي أي خاصية. لنهبط أو لننزل إلى الأسفل على اليمين لنرى كونديسيون جينيرال، هذه ليست مهمة بالضغط عليها تقرأها، شروط الاستعمال و شروط الاستعمال، وبالتالي طريقات ال لاحظوا معي شروط الاستعمال، وتسحب بثلاث أصابع نحو الأعلى إلى أن تجد أكسبتي فتضغط أكسبتي، معنى أنك تعلن قبولك لشروط الاستعمال. ثم موديفي لا لونغ، هنا إن أردت أن تغير اللغات الموجه الصوتي إن صح التعبير، هناك الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، العربية، واليابانية، الصينية، واليونانية إلى غير ذلك، البرتغالية، الهولندية، الإيطالية، البولونية، والهندية، والمجرية، ثم التركية. دل علينا، أنا لأقول أنني أختار الفرنسية. إذن هذه هي الإعدادات، إعدادات التطبيق. لنعود إلى الاستعمال الفعلي للتطبيق علينا أن نخرج من الإعدادات. كي نخرج من الإعدادات نسحب بالأصابع هذه المرة من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى. قلت لنستدعي الإعدادات من الأعلى إلى الأسفل، ولنغادر الإعدادات ونبدأ في الاستعمال الفعلي للتطبيق من الأسفل إلى الأعلى. ماذا نجد؟ نجد هنا كاين ريكونيسونس دو لا موني، وقد لا نجد شيئا، ليس بالضرورة أن نجد أحد خدمات التطبيق أو إحدى خدمات التطبيق، قد لا نجد شيئا نهائيا. إذن نحن الذين نتحكم فيما نجد وما لا نجد عبر organiser vos modules d'application، تنظيم أدوات تطبيقاتكم، يعني تنظيم الأدوات التي تحتاجونها بالضغط عليها مرتين، إذن لإضافة عنصر إلى هذا المتعرف على أو قارئ العملات، أضغط على organiser vos modules d'application. لاحظوا معي هنا أربع خانات، هذا قارئ العملات يشغل الخانة اليمنى في الأسفل، وهناك ثلاث خانات فارغة عليها علامة زائد كإشارة لضعيف البصر إلى إمكانية إضافة أداة أخرى. لنرى فوق قارئ العملات ماذا يمكننا أن نضيف. أجوتي أن موديل، نضغط عليها ضغطتين لنجد أنفسنا أمام ميتيو يعني حالة الطقس، مينيتور واحد بحال الكرونومتر، مينيتور مؤقت باللغة العربية، قارئ الألوان ريكونيسونس دي كولور، لوب مكبر، كونتاكت جهات الاتصال أو غيرها من يعني جهات الاتصال على البريد أو على الهاتف، أو التعرف إلى الأشياء بصفة عامة. ريكونيسونس دون سين بمعنى التعرف، كيف نترجم سين باللغة العربية؟ يعني واحد مسرح مجموعة حركات، بمعنى مثلا أنا في غرفة، هذه جلستي في هذه الغرفة تعد سين، تعد يعني مسرح أحداث إن صح التعبير. إذن
اختار ان اضيف مثلا هاد ريكونيسونس دون سين، ها هي ضغطت عليها تم اضافتها فوق قارئ العملات. اضيف ايضا شيء اخر، المتعرف على الالوان او قارئ الالوان، ها هو قد اضيف. كلما اريد او اذا اردت ان اضيف اداه اضغط عليها فتنضاف الى هذه الواجهه. بقيت هناك واحد خانه اخرى اضغط عليها لاضيف مينيتر مثلا. لاحظوا معي، اذا هنا عندي 4 ديال الادوات، ولكن ليس هذا هو كل شيء. الى جانب زر اورغانيزي فو موديل دابليكاسيون، للاخوه ان يترجموها باللغه، يعني سيترجمها التطبيق اللغه لغه الايفون المستعمله، يعني تنظيم ادوات او تطبيقات، تطبيق يعني الادوات التطبيقيه. اضيف أو الى جانب هاد اورغانيزي فو موديل دابليكاسيون، هناك زر باج بريسيدونت يعني الصفحه السابقه. هناك ايضا 4 خانات فارغه استطيع ان املاها. اذا اضغط على الخانه الاولى، اضغط على احوال الطقس، ثم اضغط ايضا اجوتي ان موديل لاضيف لوب، ثم اضغط الخانه التي تحتها كونتاكت، ثم اضغط الخانه التي بجانبها ريكونيسونس دي زوبجي. اذا هنا عندي وكانني عندي جوج صفحات، كل صفحه تحتوي على 4 ادوات. واستطيع في اي لحظه إن لم أحتاج 8 أدوات، لأن التطبيق يحتوي على 8 أدوات كما لاحظتم، أستطيع أن أحتفظ باثنين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 كما أريد. في أي لحظة قد أتراجع وأحذف أداة مثلا. إذا لحذف كونتاكت مثلا أضغط عليها وأستمع سيبريمي، أضغط ضغطتين فتحذف. ليست هناك سهولة أكثر من هذا. في البداية هانتم لاحظوا معي، أجوتي أم موديل، أضغط ضغطة وأضغط على الكونتاكت لأختاره كأداة، وحينما أريد أن أحذفه أسمع تعريفه ثم أضغط ضغطتين فيحذف. إذن على بركة الله، بعد أن بينت طريقة إضافة الأدوات كيف أشتغل بهذه الأدوات، قبل ذلك أشير إلى أن بعض هذه الأدوات ليست متوافقة مع جميع مناطق العالم، بحيث مثلا قارئ العملات لا يتعرف لحد الآن أعتقد إلا على الدولار والأورو. قد جربت سابقا تعرفه على عملتنا، عملة الدرهم في المغرب، لكنه لم يتعرف عليها. إذن لا أنسى قبل أن أبدأ بالاشتغال، لأن الآن هذه الخطوة الأولى تعرفنا على بعض أوجه الإعدادات، الخطوة الثانية تعرفنا على طريقة إضافة الأدوات، ولكن لأبدأ في الاشتغال أضغط على هذا الزر المجاور لي باج بريسيدونت حتى يغادر يعني مسألة إضافة الأدوات، وأبدأ باستغلال الأدوات فعليا. لان ان لم اغادر هذه الاضافه والحذف ديال الادوات وضغطت على اداه معينه سوف يتم حذفها. اذا اضغط على هذاك الزر ديال حينما اقرر استعمال 8 او 7 او 6 الى اخره من الادوات، اضغط على هذا الزر ديال اورغانيزي موديل دابليكاسيون ليغادر، وهو يخبرني بالمغادرة، وأبدأ في استعمال هذه الأدوات. مثلا reconnaissance des objets، معرفة الأشياء، التعرف على الأشياء، أضغط عليها. إذن ليعطيني، لاحظوا معي، ليعطيني
ليظهر الشيء المراد التعرف عليه في الكاميرا للإشارة، فإن التطبيق من المحتمل جدا أن يطلب منكم السماح له باستعمال الكاميرا ضروري، أو من لازم السماح له بذلك، وقد يطلب منكم أشياء أخرى، فما عليكم إلا أن تسمحوا له بالوصول إليها حتى يتم المطلوب. إذن ريكونيسونس دي زوبجي، بالضغط عليها لا ينتهي الأمر أو لا يتوقف الأمر عند هذا، بل علينا أن نضغط في وسط الشاشة حتى يتم تحليل الصورة عن بعد. لاحظوا معي، أشتغل أمام حاسوب محمول، سأضغط على وسط الصورة وأرى ماذا سوف أسمع. أوكي، قولي شارجمون دو ليماج اون كور، في باسيونتي، تحميل الصورة قائم جاري، انتظروا قليلا. يتم معالجة المعطيات عن بعد بواسطة مجموعة من الخوادم. عن طريق الانترنت بالتأكيد. ليس هناك ضبط أكثر من هذا، لاحظوا معي. أورديناتور، الإخوان المبصرون يلاحظون العبارة مكتوبة وأنا أنقلها لإخوتي المكفوفين ضعف البصر. أورديناتور، أورديناتور بورتابل نوار إغري، وهذه هي، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذن أضغط بريسيدون لأستعمل أداة أخرى، لوب، ها هي نستعملها. لاحظوا معي، هذه بالخصوص في التعامل مع الكتابة. لاحظوا معي، لوب. إذن أنتم لاحظوا، أنا أكبر، أكبر ثم أكبر ما شئت، ثم أصغر أيضا. إذن هذه لا لوب. أضغط بريسيدون ثم أختار ميتيو، ميتيو لننظر. فعلا أعطتني حالة طقس 17 درجة في المدينة التي أنا فيها، أتمنى أن تكون المدينة فعلا هي إذا لاحظوا معي هذه هي حالة الطقس. أضغط بريسيدون ثم إذا استعملت ثلاث أدوات لحد الساعة. إذن لاحظوا معي، لأتنقل من صفحة إلى أخرى لازالت العملية في الحقيقة غير مرضية. فلاحظوا معي، إن أردت أن أتنقل علي أن أقوم بخطوتين بعد أن أنهيت استعمال كل من المكبر و قلت بعد أن أنهيت استعمال كل من المكبر وأحوال الطقس وقارئ الأشياء أو متعرف على الأشياء، كونتاكت لا داعي لاستعماله. لنجرب، نعم هنا لا بأس، لا بأس من أن نشير، وإن كانت هذه الخدمة تكميلية في الحقيقة. إن أردت أن تضيف جهة اتصال معينة ما عليك إلا أن تضغط على كونتاكت ثم تضغط أجوتي، فتجد نفسك إذن هنا تضيف الكونتاكت. مثلا أبحث عن اسمي مثلا، إذن أضيف الكونتاكت، ها هو المهدي معزوزي، أضيف له صوت معين. هذا الصوت بمجرد تشغيله، أو عفوا حينما يتصل به هذا الشخص
اسمع هذا الصوت المعين، اما اصوات حيوانات هنا لا علينا، المهم اختار صوت معين ثم ارجع بريسيدون ولا انغوجيستري لا فوا مثلا. هو يطلب مني السماح له باستعمال الميكروفون، اسمح. هذا هو المهدي، هذا هو المهدي. أوقف التسجيل ثم أستمع، أستمع إلى الصوت، وإلا ما عجبني يعني إن لم ينال إعجابي أقوم بحذفه. المهم أن ذلك الشخص حينما يتصل بي أعرفه بالضبط من هو، بربطه بالفكرة قائمة على ربطه ب رنا بصوت معين او اضافة صوتي الخاص. اذن هادو اربعة ديال الخصائص استعملناهم. هنا في الحقيقة هنا المشكل كاين مع فويس اوفر، فلتنتقل الى هاد الصفحة الموالية عليك ان تقوم بايقاف تشغيل فويس اوفر، وبما ان التطبيق لديه مساعدة صوتية لا تخشى من اي شيء. أوقف تشغيل فويس أوفر بالمرة وأنت تتعامل مع التطبيق، اللهم إلا إذا احتجت إليه في بعض المراحل، وتضغط على العنصر هاد أورغانيزي فو موديل دابليكاسيون، ثم تضغط على باج سويفونت. لاحظوا معي بالضغط على باج سويفونت تأتي هنا، ولكن تجب الإشارة إلى أنه بإيقاف تشغيل فويس اوفر، فبمجرد الضغط على أي أداة ضغطة واحدة فإنك تدخل إليها. مثلا أضغط على أداة، لا هنا أنا قمت بإزالتها لأنني نسيت أن، نعم، أن أضغط على كيتي لو موني دو بيرسوناليزاسيون. إذن أعيد أو أقول، للتنقل من صفحة إلى أخرى عليك لحد الآن في الحق هذا واحد الخلل نرجو تداركه في التطبيق، إيقاف فويس أوفر ثم الضغط على الزر الموجود فوق زر الهوم، والضغط على باج بريسيدونت وباج سويفونت، ثم عند اختيار الصفحة، لأن هناك صفحتين لكل صفحة تشتمل على أربع أدوات، ثم لا تنسى أن تغادر قائمة تعديل الأدوات، ثم الآن نختار اللون، قارئ الألوان لنرى هذه المحفظة هل يتعرف عليها، ونضغط في الوسط كما ترشدنا. هو قال لنا نوار بواسطة فويس اوفر، فويس ماشي بفويس اوفر، بواسطة الصوت المصاحب للتطبيق. إذن أعطانا اللون، اللون لا ينطقه أوتوماتيكيا، ولكن بالذهاب إلى وسط الشاشة والنزول قليلا تسمع، أو حتى إذن في أي مكان من الشاشة، بالذهاب إلى أي مكان في الشاشة تستمع إلى اللون الهدف الذي صوبت نحوه الكاميرا. أتعامل بكل عفوية، حق قلم استعمل هذا التطبيق كثيرا من قبل منذ مدة طويلة. لاحظوا معي نعطيه لونا آخر وننتظر. غري هو أعطانا يتأرجح بين النوار والغري. الإشارة فيما يخص اللون ينبغي أن تكون الإضاءة مناسبة والمسافة معقولة. إذن
reconnaissance d'insan. إذن أرجع قليلا لأرى ماذا سوف يخبرني. أضغط على وسط الشاشة. أخذت صورة. وننتظر. لا بد من الصبر أثناء الانتظار لأن نعم. ordinateur noir et argent sur la table. sur la table en bois brun. وصف دقيق. أضغط précédent وأعود. reconnaissance d'une scène. أبتعد قليلا لأصوب نحو سرير وأضغط. لاحظوا معي ننتظر قليلا لنجرب دقة الوصف. دغا سبايدرمان وفعلا واحد هذا واحد السرير لاحد ابنائي وفوقه غطاء يتضمن صورة سبايدرمان المعروف الذي يحبه الاطفال. اذا نرى هنا شيء آخر نستعمله أيضا. الأداة الأولى أو عفوا الأداة ما قبل الأخيرة مينيتور. لاحظوا معي إذا نقوم بإيقافه أولا هو يكون مشتغل ونقوم بإيقافه لنختار اللحظة لحظة الانطلاق ولكن قبل ذلك نضبطه على المدة التي نريد. مثلا هنا راه مضبوط على دقيقتين. احنا نديرو احنا المدة الدنيا يعني une minute. سيليكسيوني ان سينيال تختار السينيال يعني الصوت الذي يشتغل عندما ينتهي هذا المؤقت من عمله. نختار اي واحد احنا ما يهمناش. ثم نضغط بريسيدون ونشغل. اذا مجرد اختيار المينيتور بمجرد اختيار الصوت والضغط على والجميل فيه انه يذكرنا بواسطة الصوت. هو في الحقيقة هذا التطبيق بهذا التذكير يستغل خاصية نطق العناصر التي يستطيع حتى مستعملو الايفون الذين لا يستعملون فويس اوفر يستطيعون استعمال خاصية نطق محتوى الشاشة. إذن قارب على الانتهاء هو يذكرنا بين كل 10 ثواني يذكرنا. لاحظوا معي 10 ثواني ديال غيست هو سوف ينتهي. إذن قد انتهى التوقيت. هذا المؤقت ينفع مثلا في حالة المسابقات ولا مهم عند الرغبة في التحكم في الزمن المتبقي. أختم الحديث عن هذا التطبيق ب reconnaissance de la monnaie وإن كان أعتقد أنه غالبا لن يتعرف على العملة المغربية هو يتعرف على الدولار والأورو. سنرى reconnaissance كاين الدولار والاورو
والريال، الريال السعودي أعتقد، والليرة. إذن لا مجال لأن أقوم بالتجربة. لاحظوا، أضغط على الأورو و وأعطيه ورقة من فئة 200 درهم، 200 درهم، لن يتعرف عليها لأنه أعطاني العملات التي يمكن له التعرف عليها. إذن إخوتي الكرام، كان كل هذا، أو كان هذا هو كل شيء عن تطبيق فيا أوبتاديلي، الذي نوعا ما يجمع ما بين مجموعة من الأدوات التي تفرقت في غيره من التطبيقات. تعاملت معه ومعكم بكل عفوية، وإلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.